طيب احنا كده رجعنا الريكورد. دلوقتي احنا عرفنا يعني ايه جراف، وعرفنا انواع الجرافس، وعرفنا شوية كلام نظري على الجرافس، وعرفنا ازاي نعمل جراف ريبريزنتيشن. طيب ازاي بقى نتريت على الجراف؟ يعني احنا دلوقتي معانا جراف، وليكن مثلا تعالوا نعتبر ان احنا معانا الجراف ده. ماشي، تعالوا نعتبر ان احنا معانا الجراف ده، وانا هستارت من هنا، يعني انا هبدأ الرحلة بتاعتي من هنا، وعايز ازور كل النودز بتاعت الجراف. عندي كام طريقة ان انا اعمل كده؟ انا عندي طريقتين. الطريقة الاولى وهي موضوعنا النهاردة هي ال DFS، تمام، او ال Depth First Search. في طريقة تانية اللي هتكون موضوعنا السيشن الجاية بإذن الله هي ال BFS، ال Breadth First Search. طيب خلينا في موضوعنا النهارده اللي هو الدي اف اس. الدي اف اس من اسمها ديبس فيرست سيرش. يعني ايه؟ يعني طول ما انت لسه في ديبس روح للديبس دوت، ديبس فيرست، هي من اسمها كده ديبس فيرست. الديبس فيرست يعني ايه؟ يعني مثلا خلينا نقول ان انت عايز تزور كل النودز بداية من النود دي، فانت هتعمل ايه؟ انت دلوقتي واقف عند النود دي، عندك كام طريقة ان انت تزور النودز الباقية؟ عندي طريقتين، ان انا امشي كده او ان انا امشي كده. ماشي، طيب تعال نفترض ان انت مشيت كده وانت واقف هنا، هل ان انت تقول خلاص انت وصلت للنود دي؟ لا، هو بيقول لك الديبس فيرست، فانت طول ما انت في طريقة ان انت تمشي لقدام امشي لقدام، هتلاقي ان انت رحت هنا بقيت واقف هنا، بعدين تروح رايح كده، بعدين تروح رايح كده، بعدين تروح من دي تروح رايح لدي، وبعد كده انت هترجع بقى الباك تراكنج. انا قلت لكم قبل ما ندخل السيشن نراجع الريكيرجن يا جماعة، تمام. هي الفكرة كلها هتبقى ريكيرجن، ان انت طول ما انت في طريقة ان انت تمشي لقدام امشي لقدام، طول ما انت في طريقة ان انت تمشي لقدام امشي لقدام. طيب تعالى نفترض ان كان في سايكلز، وليكن مثلا انت هيكون معاك الري ده، سوري الجراف ده. فالجراف ده انت لو بدأت من النود دي ورحت كده هتيجي عند النود دي، رحت كده تيجي عند النود دي، رحت كده تيجي عند النود دي، رحت كده تيجي عند النود دي، رحت كده هتيجي عند النود دي، هتروح تاني كده؟ لا، الفكرة بقى ان انت هيكون معاك array اسمه visited. الاري دوت بيعرفك هل النود دي visited ولا لا، بحيث ان انت لما تيجي تمشي بعد كده في الريكيرجن ما تخشش في النود دي تاني، تمام. طيب تاني تعال نقول مثلا problem عادية خالص، اللي هي مثلا انا هدي لك جراف، ماشي، وفي الجراف ده انا عايزك تعرف لي مثلا في كام نود، عايزك تعرف لي في كام نود القيمة بتاعتها مثلا القيمة بتاعتها اكبر او يساوي الخمسة. هو طبعا في البداية هو هيكون مديك initial value لكل النودز، فانت من خلال الاري بتاع النودز ده ممكن تقدر تعرف، ولكن انا عايز اقول لك باستخدام ال DFS او using DFS. ماشي، using DFS اعرف اللي فيه كام نود ال value بتاعتها اكبر او يساوي الخمسة. فهنكتب الكود بقى لحاجة زي كده ازاي؟ مبدئيا في الجراف اتعود دايما ان انت تروح جاي عامل كونست انتجر ان يساوي اكبر حاجة ممكن توصل لها، وليكن مثلا واحد اي خمسة، واجمع خمسة عليهم. ماشي، طيب هيكون معاك ال ان، وهيكون معاك هيكون معاك ايه تاني، بوليان اري اسمه فيزيتد عشان تعرف كل نودة اتزارت ولا لأ، وهيكون معاك فيكتور اوف انتجر الادجسنت من ان برضه. نخلي بالنا ان ده اري مش فيكتور، تمام، اري اوف فيكتور، كل عنصر عبارة عن ايه؟ عبارة عن فيكتور، تمام. طيب هيكون معانا void dfs int node
دي البداية بتاعتي ماشي. طيب ايا كان اللي هيتكتب هنا، خلينا في البداية هنا نستقبل ال n بتاعتنا ماشي. طيب بالنسبة بقى لل edges، خلينا نقول ان عدد ال edges هيبقى مثلا m. خلينا نعرف هنا n و m. m ده عدد ال edges، هتسأل ال n وال m، هتقول له while ال m minus minus. انت عايز تستلم ايه؟ عايز تستلم ال edges. فانا مثلا هقول لك ان النود A و B adjacent، فكل اللي انت هتعمله ان انت هتقول له adjacent ال A دوت push back ال B، وكذلك العكس adjacent ال B دوت push back ال A. حلو. طيب بعد كده هنرن دي اف اس من عند اي نود، وليكن مثلا هنرن دي اف اس من عند الواحد ماشي، وبعد كده هنسي اوت الانسر. هنا ممكن نعرف ان الانسر دي بزيرو ماشي. طيب في الدي اف اس بقى انت بتعمل ايه؟ زي ما احنا قلنا هنا، انت بيكون معاك جراف، والجراف دوت خلينا نفترض مثلا ان انت خلينا نفترض ان انت بادئ من هنا. لو انت بادئ من هنا انت هتعمل ايه؟ انت هتمشي كده وتجرب تمشي كده، ولما تيجي كده مرة تمشي كده ومرة تمشي كده، تيجي هنا مرة تمشي كده او تمشي كده، عايز تجرب كل الاحتمالات. دي كانت شبه ايه؟ دي كانت شبه الريكيرجن. فالريكيرجن لو تفتكروا لما احنا كنا قايلين ان انت بتبقى واقف هنا مثلا، وعندك طريق ان انت تمشي كده وعندك طريق ان انت تمشي كده ماشي، فكنت بتجرب الطريقتين، كنت بتعمل ايه؟ كنت بتعمل كل الريكيرجن بالطريق ده وكل الريكيرجن بالطريق ده. ولما تيجي هنا عندك طريق مثلا، تعمل كل بالريكيرجن للطريق ده، عندك هنا عندك الطريق ده والطريق ده والطريق ده، ادي نود اهي ونود اهي ونود اهي. ومعلش يا جماعة ثواني، عشان في ثواني بس. احنا نكمل اتفضل يا تقي. طيب زي ما قلنا هنا ان انت واقف عند النود ديت، هتعمل انستنت من هنا وانستنت من هنا، او كل الريكيرجن من هنا وكل الريكيرجن من هنا، انت عايز تمشي في كل الطرق تمام. طيب كنا بنعمل الكلام ده ازاي؟ كنا بنقول بتقول نفسك بريكيرجن ماشي. نفس الكلام هنا في الدي اف اس، انت واقف عند نود ماشي، مبدئيا كده لما تخش في نود فانت بتعرف ان هي فيزيتد، فانت بتقول له فيزيتد في نودك وال 1، ده مبدئيا تمام. طيب انت عايز تشوف الطرق بتاعتك عايز تمشي فيها. طيب انت عندك كام طريق؟ عندك كام طريق في كل نود؟ يعني مثلا في لما احنا كنا في ريكيرجن بتقول ان انت عايز تمشي، لو انت واقف عند اندكس اي فانت عايز تمشي مره من اي بلس 2 باي بلس 2 ومره اي بلس 3، فانت كنت بتعمل كل نفسك كده بالاي بلس 2 وكل نفسك بالاي بلس 3. طيب هنا انت لو انت واقف عند نود فانت عايز تعمل كل نفسك بتشايلد للنود دي ماشي، وكل نفسك بتشايلد تاني، وكل نفسك بتشايلد تالت. فكل مرة عند كل تشايلد انت المفروض هتعمل لنفسك كول. فبدل ما انت كنا بنكتبها، لا احنا هنمشيها فور لوب، هتمشي فور اوتو ات على الادجسنت بتاعت النود، لو نوت فيزيتد للات دي اف اس من عند الات. تاني احنا بنعمل ايه؟ انت بتعلم النود ان هي فيزيتد، وبعد كده بتمشي على الادجسنت بتاعت النود كل النيبرز بتوعها، لو لقيت ان في واحده فيهم مش فيزيتد دي اف اس من عندها، اعمل كل الريكيرجن تاني من عندها كده. الموضوع ده هيبقى ماشي ازاي؟ تعالوا نمشيها واحده واحده كده. لو انت واقف هنا مثلا، لو انت
معاك الجراف ده ماشي، وانا جيت عملت دي اف اس من هنا، فدي اف اس من هنا هيروح منادي مرة هنا ومرة هنا، بس هو هيمشي كده، بعد كده هيروح ماشي كده، خلص هنا مفيش حاجة تاني، الفور لوب دي ما فيهاش حاجة، فهيروح عامل ايه؟ هيروح راجع، خلاص دي كده بقت بلوكت ان هو خلصها، هيروح راجع برضه هيعلي، يعني دي بقت بلوكت خلاص ان هو خلصها، هيرجع هنا، لا لسه هنا عنده طريق، فهيروح ماشي في الطريق ده، بعد كده يروح ماشي في الطريق ده، بعد كده هي خلاص ديت بقت بلوكت، دي بقت بلوكت، يرجع هنا خلاص خلص، دي بقت بلوكت، دي الطريقة اللي هو هيمشي بيها، تمام؟ طيب هو بقى لما يجي عند كل نود، لما يجي عند كل نود احنا عايزين نعرف ايه الانسر بتاعتنا، ان الانسر بلس ايكوال، او لو مثلا خلينا نقول ان كل نود ليها كلر، لو كلر اوف نود، سوري هنا كلر اوف ان، لو كلر اوف نود مثلا انت عايز تشوف في كام نود الكلر بتاعها اكبر او يساوي الخمسة، يبقى الانسر بلس بلس. كده انت عملت دي اف اس وبتمشي على كل النودز، تمام؟ الانسر مش مبدوء بزيرو على فكرة، نعم، كده هيبقى رابش داتا. الانسر مش مبدوء بزيرو، لا هي جلوبال، فأي حاجة جلوبال بتبقى بادئة بزيرو. طب انت ليه ما قلتش طب على اوكي. الفيزيتد اري والكالر؟ لا هو عشان بلس بلس، انما انت في الفيزيت بتقصين عادي، فانا افتكرت ان هي كده طب الانيشال فاليو ايه؟ هتعمل مشكلة. ثواني، انت هنا بتقصين، بس انا عمري ما هعمل اساين بزيرو، فايه اللي عرفنا ان هو في البدايه بزيرو؟ هو انا كان بس ماشي، هو كان جلوبال فتمام، بس انا كنت بتكلم ان الانسر لو مش بزيرو هيبقى رابش داتا، فلما تعمل بلس بلس مش هيديك القيمه اللي انت عايزها، انما الوان الوان هو انت بتقصين بس عادي، مش بتزود على حاجه. عموما ال variable الجلوبال بيتعامل مع ان هو initial بزيرو، طب تمام ماشي؟ ماشي لو انت ماشي. بقى عندك multiple queries، multiple test cases، انت كل جوه كل تيست لازم ترجع الانسر لصفر تاني، ماشي؟ تمام. تعال بقى ان نسي ان الاري بتاع الجراف بتاعنا، خلينا نقول ان انت مثلا معاك خمسة نودز، و مثلا كام ايدج معاك، مثلا اربعة ايدج، ماشي؟ الايدج الاول بيربط واحد واتنين، ماشي؟ والايدج التاني بيربط مثلا اتنين وتلاتة، والرابع من أربعة وخمسة، و مثلا تلاتة وأربعة، ماشي؟ خلينا نستقبل برضو عند كل نود الكلار بتاعها قبل الايدجز، اي ايكوال واحد، اي اصغر او يساوي ال n، اي بلس بلس، سي ان، كلر اوف نود، كلر اوف اي، ماشي؟ مثلا هنا النود واحد الكلر بتاعها اربعة، دي عشرة، دي خمستاشر، دي اتناشر، دي تلاتة، ماشي؟ تعال نرن كده، المفروض الإجابة تبقى تلاتة. ماشي، اهي الإجابة تلاتة، تمام؟ حد مش فاهم؟ احنا طبعا كنا ممكن نعملها من هنا أصلا، أول ما تسي ان الكلر لو لقيت ان هو أكبر أو يساوي الخمسة بلس بلس، ومن غير ما نعمل كل الكلام ده، بس أنا كنت بس عايز أعرفكم يعني ازاي بنعمل الدي اف اس. هنعرف دلوقتي، هنشوف مسائل دلوقتي اللي لازم نستخدم فيها الدي اف اس، ماشي؟ حد مش فاهم؟ أو حد عنده سؤال؟ هاجر اتفضلي. هو بعد إذنك ممكن تعيد الانبوت على الكود تاني يعني بسرعة كده، هو عمل ايه جوه الاري من فوق مثلا؟ طيب ماشي. دوت عدد النودز، وده عدد الايدجز، ماشي؟ ولكل نود انا مديلها كلر، فانا بسي ان الكلر بتاع كل نود، ماشي؟ ده بقى الايدجز بتوعي،
هم 4 ايدجز، دول الايدجز. في ايدج من 1 ب 2، وفي ايدج من 2 ل 3، وفي ايدج من 3 ل 4، وفي ايدج من 4 ل 5. ماشي، انا استقبلت الان والام، ماشي، واستقبلت الكالرز بتوع النودز. وبعد كده انا المفروض هستقبل ام ايدجز، بستقبل الاي والبي. انا عايز اعرف ان الايدج يعني في ايدج من الاي وبي، كنت بعمل ايه؟ كنت ببوش باك في الاي البي، وببوش باك في البي الاي. تمام كده، النيبرز بتاعت الاي بقى فيها بي، والنيبرز بتاعت البي بقى فيها الاي. بعمل دي اف اس من عند اي نود، 1 2 3، اي حاجه. ماشي، يعني لو عملت دي اف اس من عند بدل الواحد الان عادي برضه، هي هي، المهم ان انا هدي اف اس من مكانه وخلاص. ماشي، وبعدين دي اف اس من عند الواحد مثلا. هنا بقى انا عند كل نود بعلم ان هي فيزيتد، ماشي، وانا واقف عند النود لو الكالر بتاعها اكبر او يساوي الخمسه فانا هانسر بلس بلس. ده الكونديشن بتاع المساله. ماشي، طيب بعد كده انا بعمل ايه؟ انا بجيب سوري، بمشي على النيبرز بتاعت النود دي، لو واحده فيهم مش فيزيتد بدي اف اس من عندها. تمام 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 مثلا انا كان في connected component problem، مش عارف هيكون في مش عارف هيكون في مسألة كده ولا لأ. انا كان فاكر ان في، لا مش قوي كده. ماشي، ماشي، احنا ممكن نحل المسألة دي مع بعض. بيقول لك given grid من سايز ان في ام، و دي الجريد ديت فيها الكاركترز يا اما دوت، يا اما علامة تعجب، علامة استفهام، علامة النجمة، علامة الهاش. وانت المفروض تكونت عدد الكونكتد كومبوننت في السيل دي. يعني زي الصورة دي مثلا، لو انت معاك حاجات متوصلة ببعض كده، المفروض ان انت توصلهم ببعض، كل اللي شبه بعض جنب بعض توصلهم ببعض. وانت بقى تقول لي في عندك كام كونكتد كومبوننت. اللي يقدر يحل معايا ممكن يريز هاند، يعني معانا دقيقة نفكر. أحمد خالد اتفضل. هو أول حاجة بعد ما ناخد الجريد بتاعنا هنبدأ نمارك الفيزيتد بسيمبل معين زي 1 أو 0 مثلا، حاجة هو مش هيجيبها لنا كده كده، ماشي، تمام، ونعمل variable answer فوق نخليه global، ماشي، ونبدأ ندي اف اس من نعدي على كل سيل، ونبدأ نضيف اف اس من عندها، ونبعت السيل بتاعتنا دي فيها ايه، ونفضل ماشيين نضيف اس لحد ما نلاقي، يعني لحد يا اما نكسر الرينج اللي هو الان والام، او نلاقي سيمبل غير اللي احنا بن ايه بن بندور عليه اللي احنا باعتينه اصلا واحنا بنضيف اس. جميل، ماشي. طيب فكرة الحل ايه؟ فكرة الحل ان انا همشي على الجريد كلها، ماشي. لو لقيت نود مش فيزيتد معنى كده ان انا مزورتهاش قبل كده، يبقى انا هدي اف اس من عندها واخليها تمارك كل النيبرز بتوعها.
يعني مثلا في البداية انت هتيجي عند النود دي وتمارك كل النيبورز بتوعها ان هما فيزيتد. يعني بص عشان اعرف اكتب على ال عشان اعرف اكتب على البتاع دوت. كان في اكستنشن بعرف اكتب بيه على ال يعني هنا مثلا انا في البداية انا هاجي اقف عند الخلية دي ماشي. طيب انا طبعا همشي على كل السيلز، لما اقف عند الخلية دي انا المفروض همشي على كل النيبورز بتوعها ماشي، وهمارك ان هم فيزيتد كده كده ماشي. وطبعا في كل مرة هقول انسر بلس بلس ماشي. كده انا عملت ايه؟ اول خلية هاجي هنا هلاقيها فيزيتد، اجي هنا الاقيها فيزيتد، اجي هنا هلاقيها مش فيزيتد، يبقى هانسر بلس بلس واعلم كل النيبرز بتوعها ان هم ايه فيزيتد. بعد كده اجي هنا اعلم كل النيبرز بتوعها، اجي هنا اعلمها هي وكل النيبرز بتوعها، هاجي هنا اعلمها هي والنيبرز بتوعها، اجي هنا تمام، هاجي هنا هي والنيبرز بتوعها، اجي هنا هي والنيبرز بتوعها، وهكذا وهكذا لحد ما تلاقي ان انت علمت الاري كله او الجريد كلها. هي الفكرة كلها فكرة ال connected component. انا حاولت اشوف مسألة على ال connected component تكون على array ما عرفتش، بس دي هي نفس الفكرة ال connected component تمام. طيب هنعملها ب DFS عادي. تعالوا نستقبل الجريد بتاعتنا. انت هتستقبل ايه؟ ال n وال m اللي هما ال dimensions بتاعت الجريد. ماشي. وبعد كده معانا كاركتر اري بيعبر عن الجريد. هنا ال n هتبقى ب 10 اس 3 بس ماشي. هنكون محتاجين ايه؟ هنكون محتاجين ال visited array ده يكون 2 dimension ماشي. مش هنكون محتاجين نخزن، ولا خلينا بس نخلص. هيكون معانا ال answer و character s of n of m، سوري s of n of n. بس ال DFS ديت مش عايزينها خالص ماشي. هنا بقى عايزين نستقبل ال 2 dimension array i اصغر من n i plus plus و plus plus s of i of o ماشي. طيب في حاجة، هل كل نود احنا محتاجين نخزن النيبرز بتوعها؟ ده السؤال اللي يفرض نفسه بقى. انا مثلا واقف عند النود دي، هل محتاج ان انا اخزن النيبر بتاعها ده والنيبر ده والنيبر ده والنيبر ده، ولا جاست ان هو اصلا النيبرز معروفين اللي هو يا تطلع لفوق يا تنزل لتحت يا تيجي شمال يا تيجي يمين؟ النيبرز معروفين صح، فمش محتاج ان انا اخزنهم ولا حاجه. فطالما انا مش محتاج اخزنهم يبقى انا ممكن استغنى عن ده، هما كده كده معروفين، هما 4 نيبرز بس. حلو. طيب هنعمل ايه بقى؟ المفروض ان احنا هنمشي على انت i equal 0 i اصغر من n i plus plus انت o equal 0 o اصغر من m o plus plus. لو s of لو not visited لل i وال o answer plus plus و dfs من عند ال i وال o، وهنسي اوت الانسر. يبقى انت هنا النود بالنسبه لك عباره عن اكس وواي، اللي هو الاكس والواي بتوع الخليه يعني ماشي. طيب مبدئيا كده لو الخليه دي فيزيت، او خلينا نقول ان احنا هنعمل ايه، هيكون معانا بيس كيس وترانزيشن. الترانزيشن بتاعنا ان احنا نعمل ايه؟ ان انت لما تيجي عند كل عند نود عند نود معينه ماشي، المفروض ان انت هتعمل ايه؟ ان انت هتروح للادجسنت بتوعها اللي هم ايه برضو اللي هم انت ممكن اصلا تستغنى عن البيس كيس وتخلي كل حاجه بكونديشنز ماشي. ان انت تعمل ايه؟ ان انت هتمشي على النيبرز بتوعك
انت في الاول في الجراف العادي انت بتمشي على النيبرز بتوعك، بس هنا انت متحدد باربعه نيبرز بس اللي هم فوق وتحت ويمين وشمال. طيب معنى كده ان انت عايز تعمل ايه؟ ان انت عايز تقول مثلا، خلينا نقول ان انت معاك function valid لو valid ليه ال يعني خلينا نقول هنا مثلا بول valid انت اكس وانت واي ماشي، خليها بترترن اي حاجه وليكن مثلا بترترن 0 دلوقتي او خليها ترترن 1 ماشي. لو valid ليه الاكس بلس 1 والواي دي اف اس من عند الاكس بلس 1 والواي، وكذلك الامر في اربع حاجات الاكس بلس 1 وهنا الاكس ماينس 1، هنا الاكس والواي بلس 1 والاكس والواي ماينس 1 ماشي. وطبعا انت هنا بتعلم ان visited ال x وال y equal 1 تمام. طيب ازاي بقى اعرف ان ال function دي ازاي اعرف بقى ان النود دي valid ولا لأ؟ هي النود هتكون valid في حالة ايه؟ في حالة ان هي تكون جوه الجريد وفي نفس الوقت تكون مش visited. فاحنا ممكن نعمل هنا ايه؟ نقول ان احنا هنريتيرن الاكس اصغر من ان والاكس اكبر او يساوي الزيرو والواي اصغر من ام والواي اكبر او يساوي الزيرو، وفي نفس الوقت نوت فيزيتد للاكس والواي ماشي كده. خلاص احنا حلينا المسألة ان انت معاك بتريترن هل هي valid ولا لأ، وفي نفس الوقت لو valid بتعمل ايه؟ بالدي اف اس، لو valid بالدي اف اس، لو valid بالدي اف اس بس. المفروض الاجابة تبقى 14، الاجابة 1. احنا هنا ما عملناش تشيك على الحروف، لازم الحروف ماشي. انت ممكن مثلا تكون ايه؟ ممكن تكون هنا باعت كاركتر اتشار سي، ولازم ان النود دي تكون بتساوي الكاركتر ده، ان اس اوف اكس اوف واي ايكوال ايكوال الكاركتر سي ماشي. هنا هيكون معاك برضو كاركتر سي، وهنا في كل مرة بتستدعي السي ده بس كده. و اس اوف اي اوف او الإجابة 14. تعال نصمت. accept. طيب في بقى حل لان احنا نختصر الاربع سطور دول. في حل، وهو الدي اكس والدي واي. مش عارف انت شفتهم في اكواد ناس كتير ولا لا، بس انا من واحد شفتهم في اكواد ناس كتير قبل ما كنت اعرف حاجه زي كده، وهي ان انت بتروح جاي هنا عامل كونست انت دي اكس يساوي 0 وزيرو واحد سالب واحد، والدي واي هي هنا كانت وان وهنا سالب واحد وهنا صفر وهنا صفر. ده الدي اكس وده الدي واي. وبدل ما انت تمشي كده، لا انت هتمشي لوبة
انت مثلا جي او انت اي ايكوال زيرو، اي اصغر من الاربعة، اي بلس بلس، ماشي. المفروض بقى انت نيو اكس ايكوال اكس بلس الدي اكس، و النيو واي يساوي، سوري، دي اكس اوف اي، والنيو واي يساوي الواي بلس دي واي اوف اي. لو valid ل ال نيو اكس والنيو واي ونفس الحرف، ساعتها هنعمل ايه؟ هندي اف اس من عندهم اللي هما النيو اكس والنيو واي والسي. الكام سطر دول ممكن يغنوني عن كل الكلام ده. أربعة عشر، صح. اكسبت. حد مش فاهم؟ هاجر اتفضلي. هي ال DX و DY الحاجتين دول كده، يعني احنا ما استخدمناهم، استغنينا عن الحاجات التانية، هم عملوا ايه بالظبط عشان مش فاهم؟ ماشي، واحدة واحدة. بص، تمام. هو هنا احنا في البداية عملنا ايه؟ احنا جمعنا واحد على الاكس والواي ثابتة، وطرحنا واحد من الاكس والواي ثابتة، صح؟ دول اول حاجتين، ماشي. انا هنا عملت ايه؟ جمعت واحد على الاكس والواي ثابتة، طرحت واحد من الاكس والواي ثابتة. بعد كده الاكس ثابتة وجمعت واحد على الواي، الاكس ثابتة وطرحت واحد من الواي. نفس الكلام هنا، الاكس ثابتة جمعت واحد على الواي، الاكس ثابتة طرحت واحد من الواي. فانا بدل ما اعمل، نفترض مثلا ان كانوا دول مثلا 8 حاجات، اللي هو انت عايز تروح في الثمان اتجاهات، فوق وتحت، يمين وشمال، فوق شمال، فوق يمين، مثلا تحت يمين، تحت شمال. فساعتها انا كل اللي اعمله ان انا ازود هنا بس دي اكس في الدي اكس ودي واي، وهي هتبقى نفس الفور لوب بدل ما ازود سطور. فاهم قصدي؟ فهمت، شكرا. ماشي. حد يسأل في حاجة تاني؟ حد مش فاهم؟ طيب، دي كانت أول مسألة. تعالوا نشوف المسألة دي. بيقول لك you are given a map of building. Your task to count the number of its rooms. The size of the map n of m squares. و each square is either floor or wall. You can walk left, right, up and down. المثال ده مثلا عايزين نعرف في كام، في كام فلور، في كام دور يعني في المبنى ده. انت المبنى بالنسبة لك يا اما هاش، الهاش ده يعني حيطة، والدوت يعني فلور. فهو بقى عايز يعرف في كام فلور. هنا في الإجابة مثلا عندك الفلور ده والفلور ده، وعندك الفلور ده اللي هو دي، ونازلة كده ونازلة كده وجاية كده. اتفضل يا علي. ده تقريبا زي المسألة اللي فاتت، يعني احنا هنمشي على كل العناصر عنصر عنصر، ولما نلاقي دوت واحنا ما زرناهاش قبل كده هنعمل دي اف اس من عندها ونكاونت 1، مظبوط. وممكن نعمل فيزيتد بماتريكس، او ممكن نغير رمز الدوت لحاجة تانية. مظبوط، جميل جميل قوي. طيب هنا بقى احنا هنستقبل كل، هنستقبل نفس الكلام، هنستقبل نفس الكلام، نفس الكلام لو مش فيزيتد عناصر بلس بلس ودي اف اس من عندها وكل حاجة، ماشي. طيب هنا هنتعلم تريك جديدة وعلي قالها، بس خلينا بس نفهم يعني هي على فكرة انا لو صممت نفس الحل دوت هي اكسبتد من غير ما اعمل اي حاجة،
لو صممت نفس الحل دوت هي اكسبت. ولكن انا كل اللي انا هزوده ان انا هشيل حتة الكاركتر دي، لان هما كلهم هيبقوا دوت، تمام. بس هزود حاجة، هزود هنا ان هي يعني هي في البداية ان هي تكون جوه الجريد، وفي نفس الوقت تكون مش فيزيتد، وفي نفس الوقت يكون الاس اوف اكس اوف واي لا يساوي الهاش. بس ده اللي انا هزوده. طب والانس بلس بلس هنا كده مش المفروض ان تبقى مش فيزيتد وكمان تبقى بتساوي الدوت؟ صح. طب ما احنا ممكن بدل ما نخليها not visited ممكن نقول لو هي valid. لو valid لل i وال o، لو valid هندي اف اس من عندها، صح ولا ايه؟ ايوه بس احنا مغيرناش القيمة المفروض. ماشي، ما انا علمت ان هي فيزيتد، انا لسه مقولش التريك. نجيب اكسبتد الاول بعد كده نبقى نقول التريك. ده الكود العادي اللي احنا صممناه في المسألة اللي فاتت. واو، رونج انسر. ما شاء الله. ده مفيش ولا تيست عدى، في ايه؟ احنا مستقبلين حاجة غلط. طيب الفاليد اللي انت عملتها في المين غلط، لان هو ممكن يروح على الدوت اكتر من مره، ثواني هو ثواني، احنا مصممتين في ممكن مسألة، يغير كل ثواني مره. ثواني، احنا مصممتين في مسألة غلط اصلا. مش دي المسألة اللي المفروض نصمت فيها. شفت بقى، احنا مصممتين في مسألة ثالثة. في المسألة الرابعة اكسبت. انا بقول ازاي يعني، يستحيل ده. طب ما هو اول تيست مدينا صح، ازاي هو جايب كل التستات غلط؟ اكسبت، احنا كده زي الفل، الحل بتاعنا طبيعي 100%. ماشي. طيب هنا بقى في تريك في المسألة دي بالذات، في تريك. ايه هي التريك؟ ان انا ممكن استغنى عن الفيزيتد اري. طيب علي قال ان احنا ممكن نستغنى عنها. طيب نستغنى عنها ازاي؟ انا هشيل كل حاجه ليها علاقه بالفيزيت اري، كاني مش معايا فيزيت خالص. حتى هنا هي لو فاليد بقى. ماشي. طيب هنا هستبدل ايه؟ هو انا امتى بدي اف اس؟ بدي اف اس لو الدوت دي كانت بدوت، لو السيل بدوت. طيب لو السيل بهاش، فانا مش هعمل دي اف اس من عندها. فانا فكرتي كلها ان انا لما اجي اعمل دي اف اس بدل ما اعلم ان هي فيزيتد، لا ده انا هعلم ان هي بقت ايه، بقت هاش. وكده يبقى انا وفرت يبقى انا وفرت الفيزيتد اري، مش هستخدم الفيزيتد اري خالص. بس مثلا انا جيت عملت دي اف اس من هنا، خلاص يبقى هي وكل الادجسنت بتوعها هعلمهم ان هم فيزيتد يعني ما اعملش دي اف اس من عندهم، يعني بالاخر اعلم ان هم هاشات. بس هي دي الفكره كلها. تعالوا نجرب، انا كده مش بستخدم اي فيزيتد اري. ثلاثة اكسبت برضه من غير فيزيت اري. حد عنده سؤال؟ وارث اتفضل. ممكن كمان نشيل البلد ونقلل الاري مثلا ان بلس 2 في ان بلس 2 ونعمل لها ميم سيت كلها بهاش، نمشي من واحد لان من واحد لان، مظبوط فاهم قصدي؟ مظبوط ايوه مظبوط، صح. احنا اختصار اكتر يعني. صح، احنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن نشيل الفانكشن الفاليد خالص. ماشي، ممكن نشيل الفانكشن الفاليد خالص. وهنا الشرط بتاعنا ان بس مجرد الحرف يكون ايكوال ايكوال دوت. ماشي، هي لو بدوت
هتبقى ايه؟ هنعمل دي اف اس من عندها، ماشي؟ طيب ممكن هنشيل هنا فانكشنال فاليد. لو الفاليد بتاعتنا بقى، لو ان لو اس اوف النكس النيو اكس والنيو واي ايكوال دوت، ماشي؟ برضو بنعلم ان هي بهاش، بس التريك هنا ان احنا هنشتغل 1 اندكس مش 0 اندكس. فهنا هنقول 1 ايكوال، هو مش موجود في الاف دي، اخد بالي ان انا ما اطلعش بره الرينج الاف اللي في الدي اف اس. ما انا هقول لك اهو، احنا الفكرة ان احنا هنشتغل ب1 اندكس، ماشي؟ هنشتغل اصغر او يساوي، اصغر او يساوي، ودي بواحد، ماشي؟ طيب امتى ابقى ضامن ان انا مش هخرج بره الرينج؟ ان انا ممكن اعمل ان الكاركتر اري ده ممكن اخليه مثلا ايه، ممكن اخليه اعمل له ميم سيت كله بهاشات، بعد كده اعمل سي ان، او ممكن اصلا اخليه فيكتور اوف فيكتور، او بلاش حته الفيكتور دي، عشان خلينا نقول ان احنا هنعمل له اسمه ده اساين بهاشات، يعني هي نفس اللوب دي استخدمها كده هنا، وهعمل ان اس اوف اي اوف او ايكوال هاش. كده انا عملت ايه؟ كده انا مثلا الجريد بتاعتي كانت كانت كده مثلا، خلينا نقول اكس ودوت، اكس دوت اكس دوت اكس دوت اكس 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 دوت مثلا، دي كانت الجريد بتاعتي. هو جه قال لك ايه؟ لا يا عم انا هاجي هنا ازود دايمنشن باكس ودايمنشن باكس، هحوطها باكسات، هزود دايمنشن فوق ودايمنشن تحت ودايمنشن يمين ودايمنشن شمال، كلها باكسات، وكده كده انا لو رحت عند اكس المفروض هريترن، مش هكمل، تمام؟ بس كده. وهنا حتى ممكن تروح ان بلس 1، وهنا ان بلس 1، لا سوري هنا مش ان بلس 1، هنا ان بس، وهنا برضو ام بلس 1، ودي صفر بقى، وهنا هتبقى البداية صفر. جميل، احنا كده يعني بنستعرض كل الحاجات اللي ممكن تتعمل، بحيث ان انت لما تيجي تفكر تبقى عارف تفكيرك صح ولا غلط، يبقى انت اتعرضت اهو accepted من غير valid ومن غير اي حاجة، من غير visited array. حد مش فاهم يا جماعة؟ يا اهل الميتنج، حد مش فاهم؟ كله تمام؟ طيب نيجي بعد كده للمسألة اللي جاية. بيقول لك هيدي لك ماب، والمفروض ان انت تفايند الباث ستارت من الستارت للاند، المفروض هتمشي يمين شمال فوق وتحت. نحللنا شبه المسألة ديت في الباك تراكنج. ماشي يا عمر، يلا. أنا أسأل على حاجة بس، هو لو في أكتر من طريق أطبع أي حاجة ولا أطبع حاجة هو معينة؟ عايز الشورتست باث. هل ممكن يبقى فيه كسر فيه كذا شورتست باث بنفس اللينس بتاع السترينج ده؟ يعني مستحيل لا ثواني. هو قال لك you can print any valid solution، المهم ان هو يكون شورتست باث. يعني مثلا لو في اكتر من طريق الباص فيه من لينس اتنين، ممكن تمشي في اي باص فيه. يلا يا ورس.
هو انا جربت فيها دي في اس بس ما وصلتش للشورتست لينث، يعني تقريبا يعني حاولت فيها كذا مره دي في اس بس قلت خلاص هي بي في اس في الاخر يعني. لا احنا لو لا عندي عايزين في بقى اس نحلها بدي اف اس، يعني ليش وانا مش عارف هي هالتايم ليميت ولا لا، بس هنجرب يعني. قلت انا جربت كذا مره وما حته النزلت تقريبا في بالتايم الاربع يعني. ليميت ولا بترونج؟ لا بتروم لا يبقى انت، كلها روم تقريبا، يبقى انا كده زي الفل، يبقى الحل بتاعي في الاول. رونج ورن تايم، رونج ورن تايم. لا انا يعني ان شاء الله هعملها من غير رونج ورانت. اتفضل يا علي. واحنا ممكن برضو نبدأ دي اف اس من عند الاي ونحاول نوصل للبي، بس ممكن نبعت مثلا بارامتر انا مشيت كام مره يعني، مثلا نشرايز الدي اف اس بارامتر 0 ماشي اللي هو اللينس بتاع الباس بتاعي، ماشي وبرضه ممكن ابعت كاركتر بيعبر على انا جاي منين، يعني مثلا في كل في الدي اكس والدي واي لما ببعتهم ببعت مثلا جاي من ليفت او من رايت وكده عشان اعرف اكونستراكت الباس تاني، ماشي بس مش عارف بقى يعني الفكره ان احنا هنمينيمايز يعني لما نوصل للبي المفروض نمينيمايز اللينس اللي يكون جاي مينيمو. ماشي جميل. مش عارف مش متأكد يعني من الحل ده بس ممكن نبدأ كده يعني. طيب هي فيها تريكي شوية، هي تريكي شوية ان هي فيها حتة ان انت عايز تجيب الشورت باث، ودي احنا ممكن نستخدم فيها طريقة الفيكتور. انا كنت قلت لكم عليها قبل كده، طريقة الفيكتور اللي انت بتبوش باك الحاجة اللي انت هتمشي فيها، وبعد ما تمشي فيها تبوب باك تاني يكون معاك فيكتور جلوبال. ان احنا ممكن نمشي من كل سلة كذا مرة. ان انت بتمارك ان هي فيزيتد، وبعد كده ترجع تمارك ان هي مش فيزيتد تاني. تمام. انت حضرت معانا الريكيرجن؟ اه طيب هي ديت نفس الحتة اللي احنا قلناها. طيب تعالى نستقبل الجريد بتاعتنا. ماشي. المفروض ان احنا بقى يعني ايه، فكك من كل التريكس اللي احنا استخدمناها، احنا عايزين بقى نشتغل شغلنا العادي. او ممكن احنا نروح للمسألة دي نجيب اول حل اللي احنا جايبينه في accepted، ناخده كوبي، هو هيبقى نفس البتاع. هنا بنستقبل ال N وال M، بعد كده بنستقبل الكلام ده. احنا عايزين نجيب ال start وال end، فهنا هيكون معانا S X و S Y و end X و end Y، ال start X و start Y و end X و end Y. ماشي. طيب لما بنسي N لو ال S لو ال S of I of O equal equal A، يبقى ال S X equal I وال S Y equal O، else if S of I of O equal equal ال B، يبقى ال end X equal I وال end Y equal O. تمام. طيب بعد كده المفروض ان انت بقى مش هتعمل الحتة دي، انت هتدي اف اس من عند ايه؟ هندي اف اس من عند الستارت اكس والستارت واي. جميل جميل. مش هن احنا هيكون معانا، احنا هنقول له سي اوت الانسر دوت سايز، بعد كده فور اوتو ات للانسر سي اوت الات. او ان احنا ممكن اصلا يكون معانا ده سترينج سي اوت الانسر دوت سايز باك سلاش ان انسر، والانسر هنا بقى هيبقى سترينج سترينج انسر و اكس، والاكس ده انيشال كده. ماشي. طيب
خلينا نقول، وبرضو الانسر ممكن نقول ان هو بيساوي كده الفاليد لو الاكس، لو طبعا هما جوه الجريد وفي نفس الوقت مش فيزيتد وان هما مش هاش. جميل. طيب ابعد لي بقى الحتة دي، لان احنا محتاجين نعرف ان تمشيت يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. تمام. طيب او ممكن نعمل ايه، ممكن نعمل بقى سترينج، مثلا داير بيساوي لو انت الاكس فضلت ثابته والواي دخلت زادت واحد يبقى انت مشيت رايت. لو الاكس فضلت ثابته وانت الواي نقصت يبقى انت ال. لو الاكس زادت واحد فانت نزلت تحت داون، وغير كده يبقى اب. تمام كده، احنا عشان احنا نقدر نستخدم برضو الطريقه دي. جميل. طيب خلينا نقول في البداية ان انت هتمركن. اتفضل يا تقي. او ممكن بس تشتغل عادي بال، ما تستخدمش الاري ال دي اكس والدي واي ديت عشان بتلخبط فيها، بس ممكن نبقى نستخدمها بعد ما نحل السؤال يعني. حاضر ماشي، اتفضل يا حوت. هندسة حضرتك عاكس الاتجاهات، المفروض انت لو مشيت الواي زودتها يبقى انت مشيت فوق، لو نقصت يبقى انت مشيت تحت، ولا ايه؟ لو انا مشيت، لو انا زودت الواي يبقى انا مشيت رايت. لا انا صح، الواي دوت اللي هو الكولوم، لو انت زودت الكولوم يعني انت كنت واقف في الكولوم ده رحت رايح للكولوم اللي بعده فانت مشيت رايت. تمام، انا مدخل بس النقط لبعض. ماشي. طيب خلينا بقى ايه في البداية كده، المفروض ان انت عايز تدي اف اس من هنا. ماشي. طيب فالاكس بتاعتك مبدئيا كده هيكون لا انت الاكس بتاعتك ثابته ان انت مفيش اي حاجة. ماشي. طيب انت بقى عايز تعمل ايه، انت عايز تدي اف اس من هنا لا خلينا نقول بقى ايه، ان انت في البداية كده انت بتمارك ان هي فيزيتد، بعد كده بتشتغل عليها، بعد كده بترجعها مش فيزيتد تاني. اكس واي ايكوال زيرو. جميل. طيب هنا المفروض ان انت بتعمل ايه، بتقول ان انت هتدي اف اس. ممكن اصلا الاكس يكون بارامتر، ممكن الاكس اصلا يكون بارامتر ولا مش لازم يكون بارامتر، احنا ممكن نقول ايه، ممكن نقول الاكس دوت بوش باك. لا اله الا الله. عشان دوت كده فممكن ده نخليه في عادي، الفي دوت بوش باك ال دايركشن لل ايه، الدايركشن لايه، للدي اكس اوف اي الدي، لا اله الا الله، الدايركشن الاي، بعد كده بندي اف اس، بعد كده بنقول له في دوت بوب باك. جميل. طيب انت هتقف امتى؟ لو لقيت ان اس اوف، لو اس اوف اكس اوف واي ايكوال ايكوال لا لو اس اوف اكس اوف واي الاند هي ايه، انا ممكن اصلا ما اخدش دايمنشن للاند، ممكن ما اخدش دايمنشنز الاند لان هي اصلا النهايه عند البي. لو الحرف ده بي فساعتها لو الانسر دوت سايز اصغر من الفي دوت سايز يبقى الانسر ايكوال في غالبا، بس كده غالبا، لان هي لو ما اتحلتش كده فاحنا هنستنى للسيشن الجاي. مش كده احنا بنماكسمايز السايز مش بنصغره؟ صح، احنا عايزين نمينيمايز على السايز، احنا عايزين نمينيمايز على السايز، فنعمل ايه؟
لو ال answer dot size كانت أكبر. طب ثواني، لو ال answer equal مفيش يبقى ال answer equal v، else يبقى لو ال answer dot size كانت أكبر من ال v dot size يبقى ال answer dot size equal v. لا، ما مش دي، فين المسألة؟ اهي. تسعة ليفت داون مش عارف ايه، ايا يعني كان، المهم ان هي تسعة يعني. ماشي. طيب احنا عايزين نشوف هنطبع يس ولا نو. لو الانسر فضلت كده هنسي اوت نو، else سي اوت يس. معلش بس، هو في حالة النو بيطبع برضو الانسر دوت سايز والانسر؟ حالة النو المفروض ما بيطبعش حاجة، مش هيطبع حاجة. اخدهم في كيرلي بريس دي. بسم الله. هي غالبا تايم ليمت زي ما توقعت بالظبط، هي هتبقى لازم لها بيقفس. بس يعني ادينا عرفنا الحل، عرفنا الحل بدي اقفس ازاي. اتفضل يا علي. هي الكومبلكسيتي بتاعت الفانكشن دي اف اس دي عبارة عن ايه؟ فاكتوريال ولا ايه؟ ثواني. هو احنا كده اصلا لو مشينا كده، بعد كده نزلنا كده ومشينا كده، مشينا كده، فانت بقى عندك طريقين. الطريق الاول ان انت تطلع كده، الطريق التاني ان انت تمشي كده. ماشي. طيب هو المشكلة انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل اصلا البارامتر التالت يكون السترينج اصلا، يعني string v. ماشي. وهنا لو احنا كده اصلا تقريبا مش بنتكلم لما يكون visited. نعم، مش بنريترن لما يكون visited، مش بنعمل return مش بنعمل return. في بداية الفانكشن، في بداية الفانكشن نفسها ماشي. ما فيش تشيك على الفيزيتد. ما هو اصلا انا هنا عامل ايه؟ انا هنا عامل لو valid انا هدخل في الـ في الـ في النود، انا عامل تشيك اصلا ان هي تكون تمام. valid. ساعتها بقى كده انا هشيل دي كده، يبقى انا علمت ان هي visited وخلاص. طب هو هل سبب التايم ليميت انك انت بتخش في طرق ممكن ما تبقاش مفيدة في الاخر؟ يعني نعم. هل ممكن في طرق في الريتيرن، يعني اللي انت بتعمله دوت، ممكن اوبريشنز على الفاضي، فاهمني؟ يعني طبق برونينج ولا حاجة. انت بس نصمت ونجيب تايم ليميت تاني. احنا شلنا الباك تراك، هتجيب ميموري ليميت او تايم ليميت؟ رونج انسر. لا، رونج انسر. لا، معلش هي ما تجيبش رونج احنا انسر. شلنا الباك تراك، فهو بيعدي في باص واحد ومثلا بياخد اللونج باص، بس لما يجي يجرب الشورتست باص فهو متعلم ان هو فيزيت، ما تشالش يعني. فهمتك. انا جربته هو ده عشان كده اصبت كده في الاخر.
جربت كذا حل في الاخر اكتشفت ان الدي اف اس مش هينفع. هو مثلا ممكن يمشي في اللونج باس فعلا، وفي الاخر يجي يمشي في الشورت يلاقيه كذا بيست. كنت ماشي مثلا على الري 10 في 10، خدت تيست منه وقعدت العب فيه. هو حلاوته ان هو بيسيب التستات مفتوحة وتاخدها سيف. هو هاي تايم ليميت يا اما هي ميموري ليميت؟ هاي تايم ليميت، بس 10 في 10 هاي تايم ليميت ليه؟ هو في اخر تستين جاب ران تايم ايرور، هل ممكن السبب التايم ليميت انك انت عامل ال n صغيرة في ران الكود تايم بتاعك؟ ايرور. اه في حاجة ران تايم، فشوف ال n لان ب 10 اس 3 جرب تاني بقى. لان ب 10 اس 3 مظبوط، بس ليه ران تايم ايرور؟ مش عارف. والاوتبوت امتي. هو ممكن مثلا يفضل رايح جاي ما بين نقطتين، ولا احنا مهددين الكيس دي؟ لا مستحيل يكون رايح جاي ما بين نقطتين، البي موجودة والاي موجودة، ازاي هي ران تايم ايرور؟ ما هو حتى لو رايح جاي ما بين نقطتين فهو هي تايم ليميت، مش هي ران تايم ايرور. انا مستغرب بصراحة. هي دي ممكن نعملها دي بي على شورت ليست بس. ماشي بس احنا لسه مش رحناش دي بي، مش فيزيتد وفي نفس الوقت مش هاش، وان هي تكون جوه وادي الفيزيتد، بعد كده نمشي على الدايركشنز، لو valid هنبوش باك الدايركشن، وبعد كده دي اف اس من جديد. ماشي، والحل اللي فات عمل ايه؟ جاب ران تايم ايرور برضو؟ لا مش ده كله تايم ليمت، ما حصلش ران تايم ايرور. ماشي، هو عموما يعني هنحلها السيشن الجاية بإذن الله. انا اصلا من الاول انا قايل يا جماعة هنحلها بس هتجيب تايم ليمت. المهم بس ان احنا نكون عرفنا ازاي ازاي نكون يعني المهم ان احنا نكون عرفنا ازاي نحل حاجة زي كده لو هي هتتحل بدي اف اس، يعني بس جاست ان احنا ندرب ايدينا مش اكتر من كده. طيب نيجي بقى للمسألة دي، بيقول لك ان انت معاك ان سيتز وام رودز ما بينهم، الجول بتاعك ان انت تكونستراكت نيو رودز سو ذات المفروض يعني ان انت يعني كل نود تقدر تروح منها لنود تانية، لأي نود تانية، عايز اقل عدد من الرودز اللي انت ممكن تبنيها، وايه هم الرودز دول. يعني خلينا نقول مثلا ان انت معاك الجراف دوت، ماشي دي المدن بتاعتك، انت من هنا تقدر تروح لهنا، تقدر تروح لهنا، ماشي، لكن من هنا ما تقدرش تروح لهنا، ماشي، ادي ديت شوية مدن مرتبطة ببعض، دي شوية مدن مرتبطة ببعض، دي شوية مدن مرتبطة ببعض، دي شوية مدن مرتبطة ببعض. هو بقى عند كل نود المفروض ان هي ليها قيمة، سوري، مكتوب عليها رقم اندكس يعني من واحد ل ان، والمفروض ان انت عايز تبني طرق بحيث ان كل الجراف تقدر من اي نود تروح لنود تانية. فهنا احسن حل ان انت هتروح رابط دي بدي، وتروح رابط دي بدي، وتروح رابط دي بدي، بس كده كده تقدر تروح لأي ايه، تقدر تروح من اي نود لأي نود تانية. وفي نفس الوقت يعني خلينا سيبكم من حتة احنا ازاي هنطبع الطرق، خلينا بس نقول لو انا عايز اجيب اقل عدد من الطرق هعملها ازاي، بس دي مسألتي. ماشي، شوف لو حد عنده حاجة. جهاد اتفضلي. ان انا اجيب عدد كومبوننت متصلة ببعضيها ودي هتبقى ان ناقص واحد، عددهم ناقص واحد، مظبوط، ان انا اضيف عند كل واحد زي ما كنا بنعمل في اول مسألتين، يعتبر ان انا ما عنديش عارف الزبدة وامشي اجيب الكومبوننت بتاع كل واحد متصل ببعض. جميل. طيب تقدر تقولي لي ازاي بقى هنعرف الرودز دي؟
ازاي يعني اعرف لو وصلهم بعض يعني امتى، اصلا؟ يعني مثلا لو النود دي واحد، النود دي اتنين، النود دي تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة. أنا بقى عايزك تقولي لي عدد الرودز والرودز نفسها، يعني انت هنا تقولي لي هنوصل تلاتة بستة، ونوصل أربعة بسبعة، ونوصل سبعة بتمانية وبس، زي ما هو هنا عامل. هو هنا قال لك طريق واحد اللي هو من اتنين لتلاتة. ممكن يعني اخد نود من كل كومبوننت يعني وبوصلهم ببعض. مظبوط، جميل، بس هو ده اللي احنا هنعمله. طيب نكتب الكود. احنا هنكون محتاجين بقى ايه؟ احنا هنكون محتاجين ال n بتاعتنا لحد كام؟ ال n بتاعتنا لحد 10^5، وال m لحد 2^10. فاحنا هنخليها هنا باتنين في 10^5. 2e5 + 5 هيكون معانا ال n وال m، وهيكون معانا هيكون معانا ال adjacent بتوعنا، يبقى vector of integer adjacent ال n و boolean visited لل n. int node، هنا هنعمل ايه؟ هنا هنستقبل ال n و ال n وال m، بعدين while n minus minus int a و b، سي ان ال a وال b adjacent ال a هن push back فيها ال b، و adjacent ال b هن push back فيها ال a. وبعد كده احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نجيب عدد ال connected components. فانت هتعمل ايه؟ هقول له انت answer equal 0، او ممكن يكون معانا احنا عايزين رقم من كل component، vector of integer answer for int i equal 1، i اصغر او يساوي ال n، i plus plus. لو مش visited لل i ساعتها هعمل ايه؟ يبقى answer dot push back ال i و dfs من عند ال i. هطبع بقى ال answer dot size minus 1، وهمشي i equal 1، i اصغر من n، i plus plus، c out. هنا مش لحد ال n، لا ده لحد ال answer dot size. هسي اوت انسر اوف اي ماينس 1، انسر اوف اي، بس كده. دي الطريقه بتاعتي، او ده الحل بتاعي، ان انا هجيب الكونكتد كومبوننت، ومن كل كومبوننت هاخد منها رقم، وبعد كده هطبع عدد الكومبوننت ماينس 1. لان انا ايه، انا هنا معايا كام كومبوننت؟ معايا دي كومبوننت ودي كومبوننت ودي كومبوننت ودي كومبوننت، ماشي. انا عايز اربط بينهم، فانا عايز اربط الكومبوننت دي بدي، وعايز اربط دي بدي. هتقولي طب ما انت عايز تربط دي بدي، ما هما اصلا مرتبطين عن طريق الايدج ده والايدجات دي، وبعد كده تربط دي بدي، بس كده. طيب في الدي اف اس هنا هنعمل ايه؟ احنا عايزين الكونكتد كومبوننتس. فانت جاست ان انت عايز تمارك كل الادجسنت بتوعك، فانت هتقول له فيزيت النود ايكوال 1، وهتمشي على النيبرز بتوعك لل adjacent of node. لو مش visited لل it، dfs من عند ال it، بس كده. المفروض ال m minus minus في ال input. واحد،
واحد وثلاثة ايا كان، المهم ان هي واحد. اكسبت تمام. حد مش فاهم؟ يا اهل الميتنج، حد مش فاهم؟ طيب المسألة دي ثواني كده. The goal to construct new rules so that نفس الكلام، بس انت عايز ايه ده؟ ما هي هي ان كمبيوترز اند ام كونكشنز يور تاسك تو فايند اوت اف يو كان سيند مسج تو دي اند اف ات بوسيبل وات از ذا مينيمم نمبر اوف كمبيوترز ساتش ذات روت. لا دي بي اف اس دي اللي بقول لكم عليها بتاعت البربيتايت، مش وقتها دي. ماشي، احنا ممكن خلاص نستكفي بهذا القدر من هنا، والمسألة دي ممكن ابقى احطها لكم في الشيت عادي. في بقى مسألة اللي هي بتاعت الكاتس، كانت موجودة في جروب من جروباتنا. لا ما كانتش هي، كانت حاجة اند كاتس. مش عارف هتيجي ولا لا. تقريبا هي دي. ايوه هي كيف اند بارك، هي دي اللينك بتاعها اهو. دي اخر مسألة يا جماعة، دي اخر مسألة كيف انت بارك. ها يا جماعة، حد غيرك بقى علي، انت كنت المرة اللي فاتت. ماشي يا عمر يلا. ماشي، وانا لما
هو انا بضيف اس عادي لو لقيت ان عند نود معينه اسمه دوت بواحد، فده معناه ان فيها كات، فهقعد انقص من الام دي بواحد وانس انا وصلت المطعم اللي هو اللي هيبقى ليه في ساعتها، والام ديت اصغر من الزيرو، فده معناه ان المطعم ده مش هقدر بلس بلس عليه. يعني طول ما هو الام اكبر او تساوي الصفر، اكبر او تساوي الصفر يعني، ف كده انا اقدر اوصل للمطعم ده وانا ما عدتش على مورزن ام كاتس يعني. تمام صح كده؟ صح، بس هي الفكرة بقى ماشي. ازاي هعرف ان النود اللي انا واقف عليها دي ليف؟ لو مثلا لو السايز بتاع بواحد، الروت ممكن يكون السايز بتاعه بواحد. عشان يعني تعالى نفترض مثلا ان احنا معانا التري دي، هما الاتنين السايز بتاعهم بواحد، بس دي روت ودي ليف. الدبس بتاعها الليف ما عندهاش غير ما عندهاش غير الاب، يعني الليف ما عندهاش غير نود واحده بس هي مرتبطه بيها اللي هي الاب، وممكن اضيف دايمنشن ثالث في الدي اف اس وانا بدي اف اس ابعت الاب، فهتلاقي ان النود اللي انا واقف فيها الليف، يعني لو هي ليف هتلاقيها مرتبطه بالدايمنشن اللي انا بعته اللي هو الروت اللي هو الاب. يعني محترم يا ابني والله، بس الله في يعزك. طريقة برضو، يعني دي طريقة جميلة قوي، ودي أحسن حل اللي أنت قلته ده أحسن حل، بس في حل تالت بقى، هو الحل الانتند اللي أنا عايز حد يقوله. السايز بتاع الفيكتور بتاع النودة دي يعني هيبقى بواحد، وال هو بعيد عن سايز الفيكتور خالص. ايوه هيبقى بواحد ماشي. وبعد وفي نفس الشرط هضيف اند ان هو الفيزيت بتاع اللي هو العنصر الوحيد اللي موجود ده هو فيزيت يعني اصلا. صح، جميل، نفس اللي زميلك قاله. بس هي التانية ديت كأني بتشيك اسمه ايه؟ كأني بتشيك سايكل او حاجة، بس مش لازم يعني حاجة تانية. في حاجة برضو ان عايز حد يقولها، وانا بقيت ريت على كل ال على كل ال children او ال neighbors بتوع النود، لو هو ما وصلش لأي حاجة يبقى كده دي ليف. محترم يا ابني والله، هو ده اللي انا كنت عايزه. ازاي نعرف ان النود ديت ليف؟ ان المفروض في الفانكشن بتاعت الدي اف اس دي هو مش هيدخل في الفور لوب دي اساسا، او هيدخل بس مش هيخش في الاف نود فيزيتد دي، أو مش هيدي اف اس بمعنى اصح. فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل هنا بوليان وامشي باللوب دي، وبقعد تحت وانزل تحت، لو لقيت ان البوليان استنى بواحد اجمع بواحد، معنى كده انا وصلت للليف. المهم تعالى بس نشرح المسألة ونقول هي بتقول ايه. المسألة هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت، تعالى نفترض ان انت واقف مثلا عند الروت، انت واقف فعليا عند الروت ماشي، والمفروض ان انت عايز تروح للمطعم. انت عندك مطعم في كل ليف، كل ليف فيها مطعم، الليف دي اللي هي اخر نود تحت ماشي، اللي ملهاش تشيلدرن. حلو. طيب هو بيقول لك بقى ان انت ممكن تمشي في اي باص عادي، بس كل فيرتكس ممكن يكون عليها كات او لا قطه ماشي، والراجل صاحبنا ده بيكره القطط، فهو بيقول لك ان هو ممكن يمشي في الطريق بس ما يكونش فيه اكتر من ام كونسيجوتيف فيرتيسيز ويز كاتس. بمعنى ان هو هنا مثلا لو هو بادئ من عند الواحد وهو ما بيحبش القطط اكتر من اتنين، فهو مستحيل يروح للستة ومستحيل يروح للسبعة. ليه؟ لان الام باتنين، فهيجي هنا عند الواحد، هيجي هنا عند التلاتة، يبقى هو عدى على اتنين جنب بعض الفيرتكس فيهم كات، فمش هينفع ان هو يكمل، هيرجع من هنا. تمام. بعد كده هيروح داخل عند الاتنين، يروح داخل عند الاربعة قشطة، يرجع يخش عند الخمسة قشطة. يبقى هي الفكرة ان هو ما يقدرش يروح للستة ولا يقدر يروح للسبعة، فالإجابة بتاعتي تبقى كام؟ الإجابة بتاعتي تبقى 2. طيب يلا يا عمر اكتب معايا الكود واحدة واحدة كده. احنا المفروض هنعمل ايه؟ ماشي. احنا هنستقبل ال N وال M، بس ال M دي مش عدد ال edges، لأن هو هنا قايل لك إن دي 3
وطالما هي 3 يبقى عدد الايدجز بيساوي n ماينس 1. طيب انت i equal 1 i اصغر او i اصغر من n i بلس بلس اصغر من n ناقص 1 لا انت بادئ من من 1 ماشي نفس الكلام طبعا الكلام ده يختلف انت المفروض هتعمل دي اف اس منين من عند الروت صح طيب هو هنا قايل لك الروت بكام الروت بواحد فاحنا هندي اف اس من عند الواحد ونسي اوت الانسر طيب انا لما دي اف اس انا بعمل ايه المفروض ان هيبقى معاك بشوف النود لو وهيكون معاك برضو الكاونتر اللي هو الام كونسيجاتيف اللي هو الكاتس ماشي وهنا برضو انت محتاج و بوليان اري هل في كات ولا لا صح ولا ايه بالظبط ماشي عندي اف اس من عند الواحد وان هل في كات عند الواحد ولا لا كات اوف واحد ماشي عايزين برضو نعرف فوق الانسر يلا بينا هنعمل ايه هي كات اوف واحد ديت قصدك بيها ايه هل في كات في الروت ولا لا اوكي مش هو ممكن نعمل مثلا زي كاونتر مثلا بره بيعد كل ما عد لما الاقي ان الكات ديت عند الكات ديت بترو فهاكاونت بلس بلس غير كده إلس بقى اقول سي طب ما انت انا بعته بارامتر للفانكشن انا بعته بارامتر في ما انا مش انت باعت الاندك يعني ما دام انت بعته بواحد فالكاتس نفسها لو بواحد ف هتبقى بواحد هذا كاونت بلس بلس يبقى انا هنا المفروض ان انا همارك ان النود دي فيزيتد ايكوال 1 ماشي وبعد كده كاتس بلس ايكوال لا احنا عاملينها تحت صح يبقى انا هنا هقول لو كاتس لو كاتس لو كاتس ايكوال ايكوال ام ساعتها هعمل ايه هريترن صح ان انا ما اقدرش امشي اكتر من ال من الام جميل طيب المفروض بقى هعمل ايه هعمل بوليان ليف ايكوال 1 وهمشي على الادجسنت لو مش فيزيتد للإت ادي اف اس من عند الإت و المفروض ان انا ايه هقول كاتس بلس كات اوف نود كات اوف إت وهنا لو الليف او هنا هنقول له انسر بلس ايكوال ليف وهنا طبعا هقول له ليف ايكوال زيرو تمام كده احنا تمام تعال نجرب صفر لا مش صفر واحنا المفروض نصفر اول لما ما نلاقيش لما يكون النود اللي وقفنا عليه ما فيهاش كات نصفر بالظبط 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 لو ان لو كات اوف
نود ايكوال ايكوال لو مفيش كات، لو نود كات اوف نود يبقى كاتس ايكوال زيرو. ان هو عايز كونسيجاتيف برضو صفر، عشان الكونديشن بتاع الريتيرن المفروض يبقى اكبر من الام مش يساوي سوا. بس هو قال نو مور ذان، يبقى لو اكبر. اتنين صح. اتنين برضو مظبوط. اكسبت. حد مش فاهم يا جماعة؟ اتفضل يا هاجر. انا عاوز اعرف هو في المسألة نفسها، هو لما يجي يزور مثلا مكان وفي كات، يعني اللي بعده لو المكان اللي بعده على طول في كات، يبقى كده مش هيزوره عشان هو كونسيجاتيف مع بعض او يعني ورا بعض على طول. هو قايل في المسألة ان هو هيدينا رقم ام، الام دوت عدد الكونسيجاتيف كاتس. طيب لو نفترض مثلا ان انا معايا ال 3 دي ادي اهي، واهي او ده الباص بتاعي، وفي الباص بتاعي ده في هنا كات وفي هنا كات، مفيش هنا كات في هنا كات، وانا عندي بتلاتة اللي ما ينفعش، يعني اقصى حاجة ممكن استحملها اتنين. فانا هاجي هنا بعد كده هاجي هنا الاقي اتنين، لو جيت هنا يبقى صفر، يعني هنا واحد هنا اتنين هنا صفر وهنا واحد، دي مش تبقى تلاتة. اي نعم انا لو جيت هنا يبقى انا زرت تلات قطط، بس في فاصل ما بينهم. الفاصل ده يعني تعالى نفترض ان هو ما بيستحملش ثلاث اماكن فيهم حر، ده مكان فيه حر وده مكان فيه حر، جه هنا ارتاح شويه بعد كده رجع للحر تاني، هي نفس الكلام، جه هنا ارتاح من القطط شويه، فهو مش عايز كونسيكاتيف. ده فصل، يعني لازم يكون في على الاقل فاصل واحد بس. على الاقل فاصل واحد بس. فاحنا لو لقينا فاصل بنرجع الكاتس بزيرو. وصلت؟ ايوه وبعرف ان هو ليف ازاي لو البوريان ده، لو انا ما دخلتش في الكونديشن ده اصلا. تمام، احنا كده خلاص خلصنا. بس في تركاية في التري، تركاية في التري بس، نقول تاني في التري بس، ان انا ممكن استغنى عن الفيزيتد اري في التري، ممكن استغنى عن الفيزيتد اري في التري بس هزود بارامتر وهو البيرنت. وهنا بدل ما انا هقول لو مش فيزيتد هقول لو الات لا تساوي البيرنت. طيب تعالى نقول الكلام دوت ازاي دلوقتي. لو انا معايا تري، التري دي هتبقى عاملة ازاي؟ هتبقى كده كده كده. هي فكرة الفيزيت اري ان هي تمنع السايكل، تاني فكرة الفيزيت اري ان هي تمنع السايكل. طيب لو انا هنا مثلا، لو انا هنا وجيت عايز امشي على النيبرز بتوعي، امتى يحصل سايكل؟ لو انا طلعت لفوق، لكن لو انا نزلت لتحت يستحيل يحصل سايكل، لان انا اصلا بنزل عشان امشي في الدبس فيرست سيرش. تمام، امتى يحصل سايكل؟ لو انا طلعت لفوق، فوق ده اللي هو البيرنت. فلو النود اللي انا رايح لها مش بتساوي البيرنت هدي اف اس من عندها، بس لما اجي اضيف اس النود الجديده هتبقى الات والبيرنت هيبقى النود. بس كده. طب الروت ايه البيرنت بتاع الروت؟ اي حاجه، سالب واحد واحد، او ممكن انا يعني في الغالب بيبقى هو نفس الروت يعني. بس كده احنا كده استغنينا عن الفيزيت اري. اكسبت. هو الاكواد ده تترفع على جيت هاب ولا ايه؟
لا ولا حلم. نعم ماشي. تمام ماشي، كنت بشوف بس. هو طب انا ارفعها على جيت هاب ليه؟ ما هي اصلا كود على كود فورس. انت يا عم اعمل لي فريند وشوف الكود. هي هو ده جروب برايفت ولا لو بابليك؟ خلاص ماشي، انت لا انا ده عندك فريندز يعني. مسألة من البروبلم ست لا خلاص ماشي قشطة. اهي انا عملت سيرش على اسمها قدامك يعني، معلش انا والله ولا مش يهمك. مركز. طيب هبقى اشوفك في السبمنشنز. اهو ماشي. و CSAS اعتقد يعني انتوا عارفينه، خش عليه وعلى البروبلم سيت بتاعته، هتلاقي هنا الجراف سيري اهي بحل. ماشي. تمام. يا نهار ابيض، ده لسه ليله كبيره. طيب بس احنا كده خلاص خلصنا النهارده. حد عنده سؤال في الجراف؟ ايه رأيكم في الجراف؟ جميل الجراف. الجراف جميل. انت فكرتني. بس احنا بنسجل. ابقى ضحكت انا ما قلتش ماشي، حاجة. لما نقفل التسجيل نعمل اللي احنا عايزينه. ماشي. طيب حد عايز يسأل في حاجة؟ نقفل التسجيل. ماشي يا حوده اتفضل. هو احنا كده هندسة، اكيد ما خدناش الجراف كله يعني، اكيد دي بس الايه المقدمة يعني. ده لسه استفتاح. احنا لسه كده شايفينه من بعيد يعني، احنا كده لسه ايه بنستبشر انا يعني. بقول لك ده استفتاحه، استفتاحه والله. ده خير لسه. خير ان شاء الله، خير. ما انا لسه بقول لك، شفت انا لما جيت عند سي اس اس قلت لك ايه؟ يا نهار ابيض، كل دول لسه. انا اصلا ما كنت بحل على سي اس اس المسائل دي من على في جورج يعني. معظم المسائل دي انا حللها اصلا، بس حللها على في جورج. قوي كان ده، الله يقويك علينا وعلى احنا على احنا الموضوع لسه ده. الطريق طويل قدامنا يا صاحبي، لسه الطريق طويل. اما انا شايف بس ما تقلقش، كله هيعدي بعون الله. باذن الله. اتفضل هندسه يا عمر. هو لسه مفتكر حاجه بخصوص CSCS، ان ناس كتير اشتكت بسبب حوار التايم ده يعني. هتلاقي في المسائل بتاعت CSCS التايم بتاعها قليل جدا، ففي حد بسبب الموضوع ده نقل المسائل على كود فورسز وزود التايم. مش عارف هل مثلا اللي جاب التايم ليميت معاك ديت لو صدمتها على سي مسألة وهي محطوطة على كود فورسز يعني، أظن ظبطوا التايم زودوه شوية يعني. مين ال بس شفت بلوج طب بيتكلم عن فين الموضوع ده. المسائل دي؟ انا ما شفتش غير السورتنج والسيرشنج بس، الباقي مش محطوطين. تكتب سي اس سي اس كود فورسز ممكن تلاقي حاجة زي لا، كده. هو موجود فعلا في، بص مش غير السورتنج، ايوه السيرش السورتنج، السورت بس. والسيرش يعني. بص اهو find by name CSES عارف هذا. اهو اهو كانوا بيقولوا ان هم رافعين الباقي بس اتشال اعتقد. problem set sorting and searching اشمعنى طيب السورتنج والسيرشنج هو المحطوط معرفش. يعني عليه. طيب احنا خلاص كده هنقفل الريكورد.